رمضان بكل سنة برمضان باخر رمضان نزين صاع لكل واحد اللي هو زكاة الفطر، هذه تؤخذ من كل واحد من المسلمين يروح يعطيه الفقراء والمحتاجين والمساكين. زين هذا من هو له اللينة، هذا لت زين، هذا صاع، هذا وش اسمه السطل ذا؟ صاع. وش اسمه المهند ذا السطل؟ صاع. صاع، يا سلام، هذا من حقه؟ حق لينا، يا سلام. يلا يلا بسم الله. الثاني المهند، الثاني المهند، يلا يا المهند ساعدني، يلا يلا هذا حقك، يلا هذا عنك، عنك بإذن الله، يلا يلا عنك، يلا يلا عن كل واحد من المسلمين يدفع زكاة الفطر بصاع واحد. يلا يلا نشيل، ساعدني ساعدني يا مهند، يلا يلا بسرعة. يلا يلا كفو، يلا. وانا وانا هذا حقي، عني انا، عن بابا، عن ثلاثة، يلا يلا هذا حق بابا، يلا 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 يعطيكم العافية. ادري ان هذا الموضوع متعب وشل وحط وعبلة تعبي، لكن قسم بالله ان هذا الموضوع من اجل تعليم هالجيل هذا، هالاجيال ذولا لازم يعرفون. لاني والله اني سمعت شيخ يقول جاني سؤال من يعني عرسان، يقولون ان زكاة الفطر تعدت، يعني راح بعد فترة اتصلوا وقالوا يعني زكاة الفطر ما دفعناه، ما ندري. قال ورا ما تدرون؟ قالوا لان ابونا من طلعة الدنيا وهو يدفع عنا، يروح ياخذه من المستدعات ويعطيها للمحتاجين وصلى الله وبارك، ما يدرون ان في شيء اسمه زكاة فطر. بس وكثير من الناس الى الان والله من السوق مباشرة لبيت المحتاج مباشرة، اما انه يجي علم عياله انه في شعيرة اسمها زكاة فطر ما يعلمهم. وهذا الهدف، الهدف اني اعلم هذا ولا علشان باتر ان شاء الله تعالى تبقى الشعيرة وعندهم ويعرفون كل شيء. اشتراك في قناة دغدغني.